السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا على القناه بتاعتنا على اليوتيوب، تدريب كلاب ومضيق زمرور، تدريب كلاب البحيره كابتن ابو نور. منورنا استاذ محمد الشحيمي طبعا من محافظه البحيره، من الناس المحترمه جدا ومن الشخصيات المحترمه جدا. كان حاجز عندنا للكلب بتاعه طبعا ميسي، وباذن الله طبعا هو جايبه النهارده، لسه احنا متصلين بيه علشان يخش للتدريب طبعا حسب الميعاد اللي احنا متفقين عليه او حسب ترتيب الحجز اللي عندنا في الدفاتر بتاعتنا. غيبنا عليك يعني، بس اهم حاجه ان الكلب يبقى كويس، حاجه نطلع تشرفني يعني. استحملتنا انت ايوه عادي يعني، دي من ثقه. انا شايفك ان في ما شاء الله شغل كتير وبتاع، فعشان كده كنت صابر يعني، ما رضيتش تضغط علينا. قلت انا جارهم بقى نستحملهم. ايوه طبعا حبيبي، ربنا يبارك لك يا رب وانت على دماغنا. مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو مفيش شراسه خالص. واضح ان انا لما نقرب له كده، ان هو بص كان دلوقتي وانا بنقرب له كده مهايبر، بيقوم يتنطط ويعمل ومفيش اساسا، ما بيعضش ما بيعضش لا، وما بيسمعش الكلام برده، ومفيش هو واضح في الهايبره اللي هي فيه التنطيط اللي هو بيعمله ده، لعبي بس كده تمام. طيب اخر حاجه كانت عالجتها فيه كانت مشكله مرضيه عنده، كانت ايه؟ كان عنده كان يعني بيخس، بياكل وما بيبانش عليه خالص، ياكل وما يبانش عليه. كان بيخس على بطنه، علاج للديدان. جيت لك انا برضو مره ادتني حقنه كده. بعدها كان بعدها بدا يظبط زي ما انت شايف كده، بيرد تاني يعني صحته تاني ويرجع تاني. ربنا يبارك لك فيه يا رب يا رب. واثق في الشغل بتاعنا؟ ايوه طبعا بصراحه. ايوه طبعا، انا اصلا متابعك على اليوتيوب ومتابع شغلك، وانا جنبك في المزرعه هنا بنبقى عارف برده وبنشوف تدريباتك حبيب. عشان كده انا مصمم على هنا يعني. حبيبي ربنا يبارك لي فيك، وده شرف ليا طبعا لما يبقى ابن بلدي طبعا حابب اللي احنا بنعمله. وطبعا تحياتي ليك وتحياتي لكل الناس المشتركه معانا. باذن الله يا جماعه نغير ميسي. انت قلت لي هو عنده قد ايه عمر؟ هو كده عنده سنه الا شهر كده. سنه الا شهر يعني 11 شهر بالظبط. 11 شهر. ربنا يبارك لك فيه باذن الله نغيره، وباذن الله هيعجبك. تحياتي ليكم يا جماعه وتحياتي لكل الناس المشتركه معايا. ده ميسي تعرفنا عليه عشان لو تابعنا في الفيديوهات نعرفه. لسه داخل النهارده عندنا اول يوم، هنبدا نشتغل معاه من بكره باذن الله وبمشيئه ربنا، وباذن الله هيكون في تغيير. تابعونا يا جماعه مع ميسي وحلقات جديده. تحياتي ليكم جميعا، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.